membawakan pidato bahasa Arab kepada Adinda Raisa Rafiqah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibatul Fadilah, Raisatul Madrasah Ad-Diniyah Al-Awwaliyah, Zulfa Dalam Kotor. Al-Muhtaramun, Majlisul Asatid Wal-Ustadzat bil Madrasah Ad-Diniyah Al-Awwaliyah, Zulfa Dalam Kotor. Al-Mukarram, Raisu Wahdatil Mujtama Dalam Kotor. Al-Mukarram, Raisu Majlis Syu'un Ad-Diniyah. Al-Mukarram, Raisu Nahiyah Kamang Magi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Awalan, hayya bina an nashkura Allah ta'ala ala kathrati ni'amihi. Thaniyan, salatan wa salaman nu'tihuma ila habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun al-kibar, fi hadhihi al-fursatin nafisa ismahu li an atakallama qalilan tahta al-anwan. Al-Qur'anu Kitabun Karim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, fi hadzal yawm nahtafilu bihaflati khatm al-Qur'an lit-tullabi min as-sanati al-niha'iyyah fi hadhihi al-madrasah. حفلة ختم القرآن ليست منتهى لقراءة القرآن. إذا ختمنا قراءة القرآن هذا اليوم مثلا، فعلينا بالتكرار من أوله إلى أن نختم مرة أخرى، هكذا دائما. لا تقف من قراءة القرآن أيها المسلمون. لماذا؟ لأن القرآن يهدينا إلى الصراط المستقيم. القرآن يسترنا في الحياة وهو شفاء كل داء، بقراءته تصح وتطمئن قلوبنا. القرآن كتاب كريم، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. صدق الله العظيم. قرآن سورة الواقعة الآية 77. أيها الإخوان والأخوات في الله، لكرامة هذا القرآن هيا بنا أن نداوم على قراءته كي نجد بعضا من فضيلاته ولا نتركه ولو يوما. بعض الناس
يجتهدون في قراءة القرآن وحفظه وجاءت بشفاعته يوم القيامة. وكذلك معلمون القرآن لا يرجون إلا رضا من الله وشفاعة من هذا الكتاب الكريم، كما فعله أساتذتنا وأستاذاتنا في هذه المدرسة. يعلمون القرآن والعلوم المتعلقة به إخلاصا لأجل رضا الله عز وجل ورجاء شفاعة القرآن الكريم. أيها الطلاب في هذه المدرسة، من الواجب علينا أن نشكرهم على جميع ما أعطوا لنا من العلوم والرحمة وغيرهما. أيها الأساتذة والأستاذات، كنت موكلة على جميع الطلاب بإلقاء هذه كلمة الشكر لكم، لأنكم علمتمونا علوما ما نحتاجها في حياتنا الدنيوية والأخروية. ندعو الله عسى أن يهدينا الله شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة ويجمعنا في جنته. آمين آمين آمين. أيها الحاضرون الكرام، نكتفي بهذا الكلام عسى أن ينفعنا ما ألقيت لكم. أستغفركم على كل أخطاء، لأن الخطأ من الناس والصواب من الله. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Adinda Raisa tadi. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh peserta Fatah Al-Quran dengan nomor